عسلمة عسلمة، أيوة ما جبت لكم وصفة جديدة. جبت مع انه البرتقال مازال ما فيش، قلت خليني نزيد نعمل لكم كيكة بالصوص نتاع البرتقال. عندي 5 حبات بيض، وعندي كيس جي دورانج، وعندي كيس سكر، وكيس فارينة، نص كيس نشام، غرفة خميرة حلويات، وإلا باكو خميرة حلويات، وعندي كيس زيت، عندي قطرة من روح الفانيليا السائلة، وعندي مغرفة خل. مغرفة خل ناخو البيض متاعي كما تشوفوا لهنا، باش نضيف عليه السكر، وضفت عليه رشة ملح، ونقعد نركض حتى لين يبيض الخليط. ومن بعد نبدأ نضيف بشوية بشوية في الزيت على مراحل، ومن بعد نكمل بقية المكونات الكل. نركضها بالبهي وندخلها للفور التيب على 180 درجة. عندي زيست زيادة متاع سيترون. خليكم مع بقية الفيديو، نشكركم على الكومنتات الحلوين وعلى التشجيع. ما تنسيوش تخليوا لي لايك بالطبيعة اذا عجبكم الفيديو، باش الفيديو يوصل لاكبر عدد. كما تشوفوا هكا نقعد نركض حتى للي يبيض الخليط متاعي لهنا. وبعد كما قلت لكم في مرحله اولى نبدا نضيف بالزيت بشويه بشويه باش يبيض الخليط، وبعد نكمل المكونات الكل. نعاود لكم المكونات اللي هما 5 حبات بيض، عليهم كاس سكر، وكاس جي دورانج، وكاس زيت، وباكو خميره حلويات، مغرفه خل، كعبتين، مغرفتين عفوا، مغرفتين ياغورت فاني، مغرفتين ياغورت فاني، والفارينة، ونص كيس انشاء فانيليا بتبيعة سائلة. جربوا الوصفة وما تندموش، صدقوني وصفة روعة. كما تشوفوا هكا ضفت الفانيليا بعد ذيك المركزت. من بعد كما قلت لكم باش نزيد الزنجريديون متاعي الكل بالمرحلة، ويقعدوا الخميرة والفارينة والنشاء باش نغربلهم في الاخر، وندخلهم للفور يتيبو على 180 درجة اللي هو مسخن. والطبق متاعي خذيت القالب متاع الكيك، دهنته بشويه زيت وشويه فارينه هكا، وحطيت فيه باش نصب فيه الخليط متاعي بعد ما نكمل. كيما تشوفوا هكا، خليكم مع بقيه الفيديو بالطبيعه. ما تنسونيش في لايك، تشتركوا في قناتي اذا اول مره تشوفوا القناه، ونتمنى يعجبكم الفيديو متاع اليوم. جربوا الوصفه وما تندموش، صدقوني وصفه روعه روعه، جاتني روعه على الاخر. ومن بعد ما نكمل هذوك الكل نتعداو باش نحضروا مع بعضنا الصوص نتاع العصير البرتقال.
توا لهنا كيما تشوفوا صبيتها في الطبق باش ندخلها للفور التيب، ومن بعد نتعداو باش نحضروا مع بعضنا الصوص نتاع الليمون. الصوص بالنسبه للصوص خديت كيس جي، اشترى الفيديو ما تمسح لي ما تصور ليش، كيس جي مع مغرفتين سكر ومغرفتين نشا، وحركتهم في البارد ومن بعديك طيبتهم حتى ثقال القوام. من بعديك بعد ما خرجت الكيكه من الفور وانا صبيت عليها هذاك الصوص من الفوق. توا لهنا هذه الكيكه شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت، وهذه هكا الصوص احضر هكا، عقد شويه نخليه يبرد شويه. الحقيقه انا ما استنيتوش استعجلت، انتم خليوه يبرد ماذا بيك، من المستحسن الصوص يكون بارد معناتها باش تحطه فوق فوق الكيكه نتاعك. لا انا فرغته في حاجه اخرى باش يبرد لي، وبعديك حطيت شويه في بوشادوي وزينت به الكيكه نتاعي من الفوق. وهذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وفي فيديو قادم وما تنسونيش بالطبيعه باللايك والكومنتات الحلوين وتشجيعاتكم، وشكرا في فيديو قادم وبسلامه.